إعلامية لبنانية شهيرة تحارب مرض السرطان من جديد، ظهرت حليقة الرأس وما قالته مؤثر. وقت صحيت فكرت حالي أنه خلاص صار وراي، ما بعرف بأي لحظة بيرجع. نشرت الإعلامية اللبنانية هدى شديد صورة حديثة لها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حلقت شعرها في فترة العلاج من مرض السرطان، وأرفقت هدى شديد الصورة بتعليق قالت فيه: أخيراً واجهت خوفي، إنها الحرية الحقيقية، موجهة بذلك رسالة تحدي لمرض العضال الذي تواجهه بشجاعة منذ سنوات. هذا وسبق لهدى أن نشرت كتابها ليس بالدواء وحده، وهو سيرة ذاتية تحكي فيه عن جلجلة المعاناة من المرض والإصرار على التغلب عليه رغم الألم والانكسار الظرفي، حيث رأى كثيرون في الكتاب إلهاماً ومساندة نفسية ضرورية يحتاجها من يضعف ويتألم. لا تكابر هدى على الجروح والوجع، لكنها تصدق حبها للحياة وتشبك خيوط الأمل. وفي وقت سابق كانت كرمت مجموعة وومن ميديا نتورك الإعلامية هدى شديد في مناسبة يوبيلها الفضي. وشبهت الإعلامية ماريلين وهبي هذه المسيرة بليلة التكريم في 6 آب، عندما ارتعب اللبنانيون من اندلاع الحرب وكان الإصرار على إقامته على الرغم من القلق والخوف، للقول إننا كلنا هدى شديد المقاومة والمحبة للحياة، والحياة تليق بها. ورددت ماريلين وهبي شعار هدى الذي استوحت منه عنوان كتابها: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ليس بالدواء وحده يشفى الإنسان، بل بالحب وحده يحيى الإنسان وينجح في العمل الإعلامي وفي الحياة. وعبرت هدى شديد عن شكرها لزميلاتها على مبادرتهن لتكريمها، واعتبرته تكريماً لكل زميلة منهن، وقالت إن التواضع والغنى الداخلي هما أساس كل نجاح في الحياة، وعلمني والدي أن الشجرة المثمرة تتدلى أغصانها تواضعاً، بينما الشجرة التي ترتفع بأغصانها نحو الأعلى هي الشجرة الفارغة من أي ثمر. واعتذرت هدى من صديقات وزميلات لا علم لهن بهذه التكريم الذي وصفته ضاحكة بأنه كان مؤامرة من الصديقة ماريلين وهبي التي بالكاد أعلمتها بتاريخ الموعد، وأضافت: ليس بالدواء وحده كان عنوان كتابي من 10 سنوات، وأنا اليوم وكل يوم أكتب: بالحب وحده نحيا، نقوى، ننتصر، نستمر ونترك وراءنا شهادة حب وحياة. كما تسلمت هدى درعاً تذكارياً كتبت عليه عبارة: بالحب وحده يحيا العمل الإعلامي، موقعاً من مجموعة من زميلاتها.